السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة في مدونة حصة الأنظمة التعليمية. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الخامس في الوورد، حيث نتناول موضوع فتح مستند جديد وحفظ هذا المستند. توجد على شريط الأدوات قياسي أيقوني لفتح مستند جديد فارغ، كما أيضا توجد في شريط القوائم ملف جديد أيقونة جديد، ولكنها تؤدي إلى فتح جزء المهام هذا إن لم يكن مفتوح، فبقفل جزء هذا الجزء المهام هذا والضغط على جديد من ملف جديد يؤدي إلى فتح جزء المهام على لوحة الوظائف مستند جديد، وهي الاختيار منها أي المستندات المراد فتحه. أما الضغط على أيقونة مستند جديد من شريط القوائم من شريط الأدوات قياسي يؤدي إلى فتح مستند جديد بالفعل بجانب هذا المستند. ولعرض جزء المهام عرض جزء المهام. يوجد أيضا في لوحة الوظائف مستند جديد فتح مستند، حيث يوجد آخر 4 ملفات تم فتحهم في تطبيق الوورد، كما توجد أيضا أيقونة مستندات إضافية لفتح المزيد من حيث يؤدي الضغط على أيقونة المستندات الإضافية إلى فتح مربع الحوار فتح هذا الذي يمكننا من الوصول إلى مواضع الحفظ في جهاز الكمبيوتر، حيث يمكن الوصول إلى المحفوظات والمستندات وسطح المكتب والمفضلة ومواضع شبكة الاتصال، ويمكننا أيضا من الوصول إلى أي جزء بالضغط على هذا السهم في جهاز الكمبيوتر. ثم بعد اختيار المستند او الملف المراد فتحه نحدد المستند ثم نضغط فتح. للرجوع لجزء المهام لنرى باقي المهام في مستند جديد. يوجد أيضا جزء جديد مستند جديد فارغ، حيث يؤدي الضغط عليه إلى فتح مستند جديد فارغ وصفحة ويب فارغة، وهي مستند وورد بتنسيق صفحات الويب. جديد من مستند موجود، وتؤدي اختيار المستند إلى فتح ملف موجود بالفعل على على جهاز الكمبيوتر، ولكن يختلف مربع الحوار هذا عن مربع حوار فتح في أنه يختار الملف ليس لفتحه ولكن لإنشاء مستند شبيه بهذا المستند باسم مختلف، حيث أنها تعني جديد من مستند موجود بالفعل، أي أننا نستطيع أن نستخدم المستند الجديد هذا كمسودة للعمل عليه ثم الحفظ باسم جديد مختلف عن هذا المستند، كما أنه التعديلات الجديدة في المستند الجديد لا يتأثر بها المستند الموجود بالفعل الذي تم الإنشاء منه. ولذلك نجد أن المفتاح هنا إنشاء جديد وليس فتح. جديد من قالب، حيث أن هذه القوالب يتم العمل عليها، يتم استخدامها كقوالب بتنسيقات مختلفة للعمل عليها،
حيث ممكن الضغط على قوالب عامة لفتح العديد من القوالب التي يمكن أن تستخدم في مستندات الوورد، حيث أنها توجد بتنسيقات مختلفة للاستفادة منها والعمل عليها. كما يوجد ثلاث مفاتيح لعرض، وهي تستخدم لعرض هذه القوالب في هذا الجزء. بعد تحديد قالب من هذه القوالب يتم تحديده، ونرى في الجزء معاينة بسيطة لهذا القالب، ثم يتم فتح هذا القالب بالضغط على مفتاح موافق من هذه النافذة. جديد من قوالب على مواقع الويب، وهي قوالب من مواقع على شبكة الانترنت. جديد من قوالب microsoft.com، أي قوالب من على موقع شركة مايكروسوفت أوفيس. إضافة موضع شبكة الاتصال، وهي تعني اختيار مستند من على شبكة مواضع الاتصال. تعليمات مايكروسوفت وورد لاستخدام تعليمات مايكروسوفت وورد. كما نجد أيضا هذا الاختيار وهو إظهار عند بدء التشغيل، والمقصود به أننا عندما ننشط هذا الاختيار هكذا يتم فتح جزء المهام هذا عندما يتم فتح تطبيق مايكروسوفت وورد. كما نتناول أيضا الحفظ، حفظ المستند، ويتم عن طريق ملف وحفظ أو كنترول وإس. كما نجد أيضا الاختيار حفظ باسم، وسوف نتناول في الدروس المقبلة شرح الفرق بين حفظ وحفظ باسم. فيؤدي اختيار حفظ لفتح مربع حوار حفظ باسم، حيث يتم اختيار اسم الملف وتنسيقه، وأيضا الموضع الذي سوف يتم حفظ هذا المستند به، ثم نضغط على مفتاح حفظ. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.